لابد من الذهاب للرياضيات، وما كانش بخدمة درس الرياضيات. ونقول لكم علاش، تقولوا كاين أزمة سياسية ومنهم كاين، كيفاش تتحل؟ تحل الرئيس يعمر الفوتاي تاع الراس تاع الجزائر. إذا كان الشعب الجزائري يقبل البرنامج تاعي وانتخبني رئيس تاع البلاد، واش ندير؟ أول عمل أقوم به هو جمع الجزائريين حول طاولة، تعالوا إلى كلمة سواء. هذا أول شيء ندير. ومن نبدأ بالمقاطعين للانتخابات. قولوا لي احنا قبل ما يبدأ هذا الاجتماع كاين نوع من العنف اللي وقع في المدينة تاع البويرة. أنا آسف، أنا جئت حامل لرسالة سلم وسلام. أنا ما جيتش ندير الحرب ولا ندير القتال، أنا جئت برسالة تاع سلم وسلام.